انتقاليا بالاكراه انتقاليا حتى يعني الستير ستكون ستير انتقاليا. لكن لا يفعل، لان انا شايف ان الاستخبار الشديد الموجود في المجتمع لن يفعل اي فتبطأنا وبدات الاشكاليه تظهر في المجتمع. تغير المود العام داخل المجتمع والشارع. عداله الجمهور وانهيار القوى الشرقيه بعملتنا هي دي مساله رئيسيه لنا. او اننا ديمقراطيه ارتبط باسلوب ديمقراطي لسنه اقتصاديه. ما معنى اسلوب ديمقراطي؟